نعم، مساء الخير وكل عام وأنتم بخير. نعم، كيف زاد هذا العدد؟ العدد زاد بسبب ازدياد الأعمال العسكرية وازدياد الفلتان الأمني بشكل كبير جدا. كان قد انخفض العدد خلال العام 22، خلال العام 21، يعني كان هذا العام هو أكثر من العامين الفائتين، أي أن هناك ارتفاع ملحوظ بنسبة الجريمة بتصاعد العمليات العسكرية في مناطق مختلفة، وكأننا عدنا إلى سنوات الحرب، رغم أن الحرب لم تعد مثل الأول، أي أن هناك أسباب عدة تجعلنا نتحدث عن ارتفاع عدد الخسائر البشرية خلال العام المنصرم. لا، هناك يعني على سبيل المثال في الآونة الأخيرة بدأت الأعداد ترتفع بشكل ملحوظ من المجموعات الغير سورية نتيجة العمليات العسكرية خلال العامين الفائتين. كان قد انخفض بشكل كبير جدا. عندما نتحدث عن الميليشيات الموالية لإيران، أعدادها ارتفعت هذا العام نتيجة إما القصف الأمريكي أو القصف الإسرائيلي، وبعضها بشكل أقل نتيجة عمليات داعش. لذلك أقول بأن الأمر يتعلق بازدياد حدة العمليات العسكرية، هي التي أدت لارتفاع عدد القتلى في صفوف الميليشيات الموالية لإيران. من كان يعني يتحرك بأكثر قوة هم تنظيم داعش الإرهابي، الذي بدأ يظهر بشكل واضح وينفذ عمليات عسكرية. يعني على سبيل المثال، داعش هذا العام لوحده قتل أكثر من 200 مدني، بينهم امرأة، في عمليات لهذا التنظيم الإرهابي. أيضا نتحدث عن ازدياد حدة الجريمة عندما نتحدث عن 413 مدنيا قتلوا نتيجة جرائم قتل ارتكبت في مناطق عدة، يعني في مناطق النظام، مناطق قسد، مناطق الحكومة المؤقتة أو حكومة تركيا، ومناطق حي تحرير الشام. كون أن الأراضي السورية هي مقسمة تحت أربع حكومات: حكومة دمشق، حكومة القامشلي، حكومة إعزاز، وحكومة إدلب. في البادية السورية بات قوي بشكل كبير جدا، حيث أن هذا التنظيم بات يشن عمليات شبه يومية، خصوصا خلال الأشهر الماضية في البادية السورية، مناطق سيطرة النظام من دير الزور، يعني من ريف دير الزور الجنوبي وصولا الى ريف حمص، وصولا الى ريف الرقة الجنوبي الغربي، الى ريف حلب الجنوبي الغربي، اي ان بقعة جغرافية واسعة. نتحدث عن هذه المناطق، ولكن هذه المناطق تشكل يعني نحو 30 الى 40% من مساحة الاراضي السورية. هذا التنظيم الارهابي بات منتشر فيها بشكل واضح. نعم، هذا السؤال جيد جدا، لأن داعش انتهت كمسيطر على مناطق مأهولة بالسكان، ولكن داعش كان هناك عشرات آلاف المقاتلين من داعش، قتل من قتل منهم، واعتقل نحو 14,000 منهم على يد قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي. لكن داعش بقي موجود في مناطق سورية كخلايا نائمة تتحرك وقت الطلب. من يطلب من داعش التحرك؟ هل هي تركيا؟ هل هي مجموعات إيرانية؟ هل هي دول غربية أو شرقية؟ لذلك نقول بأن داعش قلنا انتهى، وإذا به يشن عمليات ويقتل ويرتكب المجازر بشكل واضح، دون أن نشاهد قتلى بشكل كبير جدا من هذا التنظيم الذي يعني يقتل ويختفي. هو منتشر في ضفتي فرات حقيقة الأمر، هو منتشر في مناطق سيطرة القوات السورية الديمقراطية كخلايا نائمة، ولكن أكثر عملياته الدموية هي في مناطق سيطرة النظام والمجموعات الموالية للنظام.